النحاس. النقش على النحاس هو أحد الفنون التي ما زالت تحفظ بريقها الخاص رغم طغيان أدوات الاستخدام اليومية، ولا تزال منتجات النحاس المزخرفة بالنقوش تجد من يحبذها وتجذب على نحو خاص السياح الأجانب. صناعة النحاس اليوم تراجعت بشكل رهيب بسبب قلة المادة الأولية، وهو ما جعل بعض الحرف تتراجع وتواجه شبح الانهيار والزوال. في حي باردو العتيق بوسط مدينة قسنطينة عروس الشرق الجزائرية، لا يكسر هدوء هذا الحي سوى صوت المطارق الحديدية التي تلاعبها أيدي صناعية النحاس، وهم منكبون على نقش ورسم أبهى وأجمل الحلل الموجهة للزينة وأفخم أواني الطبخ بمختلف أشكالها وأحجامها.